هذا المشروع هذا الانهيار في سوق النفط ليس أثره على الشركات فقط ولا على الدول المنتجة فقط. الدول المنتجة جميعها ستتضرر، ما حدش يقول انه في دولة راح تستفيد، وليس هنالك من يستفيد من هذه الأزمة. هذه الأزمة الجميع فيها خاسر، وهي ضرر على كل إنسان بما فيها المواطن العادي. يمكن بعض الناس بحسن نيتهم وطيبتهم بقول لك هلا حينخفض سعر النفط، بتنخفض علينا الكهرباء اللي أسعار الكهرباء. لا، مش صحيح. هذه الأزمة ستؤدي إلى ضرر على الدول وعلى الأفراد. نحن في عالم أقول مع الأسف لا يقوده أي نظام، وليس فيه حماية ولا تفكير بمصلحة المجتمع الدولي كله أو الفرد الإنسان في هذا المجتمع الدولي. ولذلك سيأتينا في هذا العام، وأنا من عام 2017 نبهت بأن عام 2020 هي سنة الكوارث. الآن بدأت بعض الكوارث، لسه جايك أعظم، هنالك كوارث أعظم جاية في هذا العام. ولذلك أنا أقدم صيحة قوية إلى حكماء العالم، مش قادة العالم، قادة العالم مضطرين ومتمسكين بمصالح دولهم. حكماء العالم أن يجتمعوا تحت أي مظلة، مظلة الأمم المتحدة، مظلة بنك الدولي، مظلة الاتحاد الأوروبي، ليقدموا اقتراحات عقلانية وليست مصلحية فردية ولا دولية لمصلحة دولة أو جهة معينة. اقتراحات دولية لنخرج من هذه الأزمة قبل أن نصل إلى ما أنا أتوقع أن نصل له. إذا لم يحصل توافق دولي ودي، سنصل إلى الحرب العالمية الثالثة هذا العام. وأقصد حرب، مش حرب اقتصادية، أقصد حرب عسكرية نتيجة مواجهة لحل أزمات. عندما تصل إلى طريق مسدود في التعاون، ليس لك بديل إلا أن تدخل في الصراع العسكري. مشكلتنا أن في هذا العالم بدون قيادة، وتحول العالم من دول تعمل مع بعض لمصلحة الجميع إلى دول تقول مصلحتي أولا. عندما كل أي دولة تقول مصلحتي أولا، أنا علي أن أحافظ على مصالح دولتي وما بهمني شو بصير في الدنيا، ويقول الآخرون نفس الكلام، تتعارض جميع المصالح ونصل إلى ما وصلنا إليه. نحن في عالم ليس فيه قيادة، عالم لا يحترم الاتفاقيات والمواثيق والسياسات الدولية والمنظمات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. احنا في عالم فاقد النظام وفاقد الحاكمية للنظام، ولذلك أي هزة تؤثر على كل شيء وتقضي على كل شيء. النفط، سعر النفط عمره ما كان نتاج لعرض وطلب، وكانت كذبة كبيرة. ودائما أنا أقول يا ناس ما تصدقوا إنه في شيء اسمه عرض وطلب يحدد سعر النفط. سعر النفط يحدده المصالح والقرارات السياسية، وليس سلعة كما هي السلعة الأخرى اللي بنشتريها وبنبيعها. الآن سبب انهيار النفط هو هذا الصراع بين الأوبك ودول غير الأوبك خارج الأوبك لمصالح متنافرة ومصالح مختلفة، لعدم وجود نظام عالمي يحكم هذه الخلافات ويحلها بدل أن يجعلها تنتهي إلى أزمة وإلى كارثة. شكرا.